السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في فضل ونعمة. يا شيخ أنا أبغى أتوب توبة النصوح وذنوبي كثيرة. أسأل الله أن ينزع من قلبك حب المعصية وأن يقذف في قلبك نور ومحبة الطاعة. تعرف يا أخي أن في 11 علامة في الحلم لو شفتهم هي بمثابة التحذير من الله عز وجل من المعصية، والعلامات نذكرها بعد قول الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله. حلقة النهاردة مخصصة للمعاصي وعلامات لو شافها الأخ والأخت في حلمهم تحذرهم من أنهم بيفعلوا معاصي، وبأن الله عز وجل يحذرهم ويحثهم على التوبة من هذه المعاصي. أول علامة وهي رؤية الوجه الأسود، يعني لو الأخ والأخت شافوا نفسهم في الحلم وجههم أسود هي رمز للمعاصي، وهي تحذير من الله عز وجل بأنهم يفعلون المعاصي وعليهم التوبة من هذه المعاصي، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فرؤية الوجه الأسود يا أخوة هي تحذير من الله عز وجل بأنكم تفعلون المعاصي وعليكم التوبة. تاني علامة وهي رؤية الوجه الأزرق، يعني لو الأخ والأخت شافوا وجههم في الحلم لونه أزرق هي أيضا رمز بأنهم يفعلون المعاصي وعليهم التوبة وعليهم الرجوع إلى الله عز وجل وترك هذه المعاصي، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فرؤية الوجه الأزرق أو إن الأخ والأخت جسمهم بقى أزرق لونه أزرق أو وجههم لونه أزرق هي رؤية غير محمودة، ترمز بأن الأخ والأخت يفعلون معاصي شديدة وبأن الله عز وجل يحذرهم من هذه المعاصي وبأن عليهم التوبة والعودة إلى الله عز وجل. ثالث علامة وهي رؤية الوجه الأصفر، لو الأخ والأخت شافوا في حلمهم إن وجههم بقى لونه أصفر هي أيضا رمز للمعاصي وبأن الأخ والأخت يفعلون المعاصي، والرؤية تحذرهم من هذه المعاصي وتحثهم على التوبة، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فرؤية الوجه الأصفر أو الجسم الأصفر يا أخوة يدل على المرض وأيضا يدل على فعل المعاصي الشديدة وعليكم التوبة من هذه المعاصي. رابع علامة وهي استخدام اليد اليسرى في الحلم، خاصة لو الأخ والأخت يستخدموا اليد اليمنى عادة في حياتهم، يعني لو الأخ والأخت شافوا نفسهم بيستخدموا اليد اليسرى في الأكل أو الشرب أو فعل الأشياء أو بيستخدموا اليد اليسرى في أخذ كتاب هي أيضا بشارة غير محمودة بأن الأخ والأخت يفعلوا المعاصي وعليهم التوبة من هذه المعاصي، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. فاستخدام اليد الشمال يا أخوة أو اليد اليسرى في الحلم
الحلم أو أخذ كتاب باليد اليسرى أو اليد الشمال في الحلم هي بشارة غير محمودة، وعليكم بالتوبة من المعاصي والرجوع إلى الله. العلامة الخامسة وهي علامة خطيرة وهي العمى في الحلم. لو الأخ أو الأخت شافوا نفسهم في الحلم عمي أو لا يستطيعون الرؤية أو في عينيهم ضرر بيمنحهم من الرؤية، كل هذه رموز بأنهم يفعلون المعاصي وعليهم التوبة وعليهم الرجوع إلى الله، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فرؤية الأخ أو الأخت بأنهم لا يستطيعون الرؤية أو بأنهم عمي في الحلم أو في أعينهم ضرر، كل هذه علامات تدل على فعل المعاصي الشديدة في الحياة الدنيا، وبأن الله يحذرهم من هذه المعاصي وعليهم التوبة والعودة إلى الله. العلامة السادسة وهي شرب الخمر أو السكر في الحلم، لأن السكر يا أخوة يدل على المعاصي ويدل على أنك من أهل المعاصي، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فرؤية الأخ والأخت سكارى في الحلم أو يشربوا الخمر أو لا يستطيعون التوازن في الحلم من السكر كلها علامات تدل على أنهم في معصية شديدة وبأن عليهم العودة والأوبة إلى الله عز وجل. العلامة السابعة وهي القتل في الحلم. لو الأخ والأخت شافوا نفسهم بيقتلوا شخص أو فعلوا القتل في الحلم ورأوا الدماء ورأوا القتل في الحلم، كل هذه علامات ورموز تدل على المعاصي اللي الأخ والأخت بيرتكبوها في هذه الحياة الدنيا، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فرؤية القتل تدل على الخسارة وعلى المعاصي وعلى فعل الفاحشة، فعليكم بالتوبة والعودة إلى الله. العلامة الثامنة وهي حمل الأثقال كحمل الحجارة أو حمل الأشياء الثقيلة، ويشعر الأخ أو الأخت في الحلم بأنهم يحملوا أثقال كثيرة وبأنهم يحملوها على ظهورهم، كل هذه علامات بالتعب والمشقة وفعل المعاصي في الدنيا، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فرؤية حمل الأثقال وحمل الأشياء الثقيلة كالحجارة وغيرها من الأشياء الثقيلة كلها علامات تدل على التعب والوهن من فعل المعاصي ومن فعل الفواحش، فعليكم بالتوبة إلى الله توبة نصوحة لا رجعة بعدها أبدا. العلامة التاسعة وهي عدم القدرة على العبادة، وهي من أسوأ العلامات اللي الأخ والأخت ممكن يشوفوهم في أحلامهم. على سبيل المثال لو الأخ والأخت مش قادرين يسجدوا أو مش قادرين يصلوا أو مش قادرين يصوموا أو مش قادرين يزكوا أو مش قادرين ينطقوا الشهادة في أحلامهم، كل هذه علامات خطيرة تدل على سوء الفعل وعلى المعاصي والفحشاء اللي الأخ والأخت بيفعلوها في حياتهم، وعليهم التوبة فورا، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن
ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فعدم القدرة على السجود أو الصلاة أو الطاعة علامة غير محمودة تحذر الأخ والأخت من فعل الفواحش وتحذرهم من غضب الله، وعليهم بالتوبة والأوبة إلى الله فورا. العلامة العاشرة وهي غضب الأنبياء أو الصالحين أو الأموات في الحلم. لو الأخ والأخت شافوا الأنبياء أو أحد من الصالحين والشيوخ والعلماء الربانيين حتى الأموات يا أخوة لو أتوا في الحلم غضبانين على من يرى الرؤية أو غضبانين على الأخ والأخت اللي بيشوف الرؤية، كلها رموز تدل على سوء حال الأخ والأخت أو من رأى الرؤية عند الله عز وجل، وتحذير من هذه الذنوب والفواحش اللي الأخ والأخت بيرتكبوها، وتحذرهم وتحثهم على التوبة والعودة إلى الله، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه يا إخوة الآيات وهذه الرموز اللي تشوفوها في حلمكم من الأنبياء والصالحين والأموات غضبانين عليكم أو بيضربوكم في الحلم أو بيلوموكم أو بيوبخوكم في الحلم، كلها علامات تخوفكم وتحذركم من غضب الله وتحثكم على التوبة والرجوع إلى الله. العلامة 11 والأخيرة في هذه الحلقة وهي فعل المعاصي في الحلم. لو الأخ والأخت شافوا نفسهم بيفعلوا المعاصي أو بيكذبوا أو بيسرقوا أو بيفعلوا أي شيء من المعاصي، كلها رموز على فعل المعاصي والفحشاء في الدنيا، لأن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيا أخوة تضييع الصلاة أو اتباع الشهوات أو فعل المعاصي في الحلم كلها رموز تدل على المعاصي والأفعال الخبيثة اللي الأخ والأخت بيفعلوها في حياتهم، فعليهم التوبة. وكل هذه العلامات وكل هذه الرموز تحذيرات من الله عز وجل يحثكم فيها على التوبة والرجوع إليه عز وجل، وأن تتوبوا توبة نصوحة لا رجع بعدها أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم مقلب القلوب والأبصار، يا رب يا حنان يا منان يا تواب يا تواب، تب علينا يا رب، انزع حب المعاصي من قلوبنا يا رب، انزع حب المعاصي من قلوبنا يا رب، انزع حب المعاصي من قلوبنا يا رب، اقذف في قلوبنا يا رب حب العبادة وحب الدعوة وحب الخير وحب فعل الخير وحب القرآن وتلاوة القرآن والصلاة والقيام والصيام والتصدق وفعل الخيرات. اللهم اجعلنا لك زكارين، لك وهابين، لك مطيعين، إليك منيبين. نعوذ بك أن نكون من العاصين، نعوذ بك أن نكون من العاصين، نعوذ بك أن تغضب علينا في الدنيا أو في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك وشدة عذابك، لا إله إلا أنت، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد طرفة عين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.